بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عدوا إلا قصمته، ولا غائبا إلا بالسلامة رددته، ولا عاصيا إلا تبت عليه وعافيته، ولا مسلما إلا حسنت خاتمته وقضيت حاجته، ولا حاجة لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نقرأ كتاب فتح القريب المجيب للإمام ابن قاسم الغزي في شرح ألفاظ التقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم وعلوم مشايخهم وتلامذتهم في الدارين، آمين، في فقه السادة الشافعية. فصل في بيان النجاسات وإزالتها. في بيان النجاسات وإزالتها. وهذا الفصل مذكور في بعض النسخ قبيل كتاب الصلاة. لا، خلصناه. احنا بنمسك الباب نخلصه ونمشي، ماشيين نظامنا كده، ما بنسيبش بواقي. فاحنا النهارده هنخلص النجاسات نقف على الحيض، خلص الحيض والنفاس نقف على اللي بعد، وهكذا، عشان تبقى عارف النظام اللي احنا ماشيين. اولا، النجاسة هي كل مستقذر يمنع من صحة الصلاة في البدن أو الثوب أو المكان. كل مستقذر يمنع من صحة الصلاة لو كان على البدن أو على الثوب أو على موضع الصلاة. ده أحد تعريفاتها. النجاسة ليها تعريفات كتير، لكن التعريف ده تعريف مناسب لعلاقتها بالصلاة. وهناك تعريف آخر لعلاقته بالتناول. التناول يعني أن تأكلها أو تشربها أو تضعها على جسمك. فهنقرأ التعريف اللي هو على اعتبار تناولها. يبقى النجاسة على اعتبار حكمها هي كل مستقذر يمنع من صحة الصلاة إن كانت على بدن أو ثوب أو في مكان الصلاة. ده من حيث حكمها. ومن حيث تناولها فلا تعريف آخر هنقوله الوقت لأنه ذكروا الشيء. أما من حيث إزالة النجاسة، فالنجاسة من حيث طريقة إزالتها تنقسم إلى ثلاث أقسام. النجاسة من حيث طريقة إزالتها تنقسم إلى نجاسة مخففة، ونجاسة متوسطة، ونجاسة مغلظة. يبقى من حيث طريقة إزالتها تنقسم إلى ثلاث أقسام. نجاسة مخففة كبول الصبي الذي لم يطعم إلا اللبن، تزال برش الماء الموضع بالماء، يكفي ذلك دون الغسل. ونجاسة متوسطة وهي التي تزول بالغسل حتى يزول عين النجاسة. والمقصود بعين النجاسة هو لونها أو طعمها أو جرمها إذا كان لها سمك أو رائحتها. فإن زال الجرم وزال الطعم وبقي اللون والرائحة يعفى،
لأن قد يكون بقعة لا تزول. ثم النجاسة المغلظة، وهي النجاسة الكلبية ويلحق بها نجاسة الخنزير، ومغلظة من حيث حكم إزالتها، لأنه يجب فيها التسبيع والتتريب، يجب فيها التسبيع يعني 7 غسلات إحداهن بالتراب. ثم النجاسة من حيث مادتها تنقسم إلى مائع وجامد. مائع يعني سائل، وجامد يعني شيء متصلب. تقسمها من حيث إزالتها، يعني مع مراعاة الحيثية في التقسيم، لازم تراعي الحيثية. يبقى النجاسة من حيث حكمها هي ما يحرم تناوله، أو تناوله يعني إيه؟ يعني استعماله، سواء في أكل أو شرب أو في بدن أو ثوب، لا يحرم تناوله يعني استعماله. وكذلك من حيث حكمها هي كل ما يمنع من صحة الصلاة في بدن أو ثوب أو مكان. ثم يأتي بعد ذلك تقسيم آخر للنجاسة من حيث مادتها، نجاسة مائعة يعني سائلة، ونجاسة صلبة يعني جامدة. النجاسة يقول هنا الشيخ، والنجاسة لغة الشيء المستقذر. يبقى في اللغة النجاسة هو كل مستقذر، سواء كان مائعا أو متصلبا أو حتى رائحة. يبقى معناها اللغوي واسع، لكن شرعا هو مستقذر يمنع من صحة الصلاة. مش أي مستقذر بقى، هو المستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. يبقى تعريفها الشرعي أضيق منها من تعريفها اللغوي. يعني في اللغة النجاسة هي كل شيء مستقذر، يدخل فيه العرق، يدخل فيه المخاط، يدخل فيه الريق، مش كده برضه؟ كل دي طاهرات لكنها مستقذرة. فمن حيث اللغة هذه الأشياء المستقذرة الطاهرة تدخل في حكم النجاسة لغة وليس شرعا، لكن الشرع اختار من المستقذرات أنواع معينة جعل وجودها سببا لعدم صحة الصلاة حيث لا مرخص لوجوده، يعني لا يعفى عنه. كويس؟ وعشان كده يقول لك وشرعا، اختار لك أحد التعريفات. هو الشيخ هنا يقصد طبعا في الشرح الاختصار، فادالك أحد التعريفات، وتعريف لطيف هيبين لك ما هو ما يحرم تناوله. ما يحرم تناوله، لأن النجاسة هي من ضمن ما يحرم تناوله، وليس كل ما يحرم تناول، لأن هناك أشياء طاهرة يحرم تناول برضه، زي مثلا لو نبات سام، النبات السام ده طاهر لكن يحرم تناوله لأنه مضر، كده برضه؟ الميتة نجسة، احنا بنتكلم على ما يحرم تناوله من غير النجاسة. يعني النجاسات من ضمن ما يحرم تناوله وليس كل ما يحرم تناوله. فهناك مما يحرم تناوله طاهر مستقذر يحرم تناوله، كالمخاط والريق والعرق. حد يقدر يجمع ريق نفسه يقدر يشربه أو ريق غيره يشربه؟ مستقذر. المخاط مستقذر، الريق مستقذر، لكنه طاهر ويحرم تناوله. علة حرمة التناول إيه؟ الاستقذار. كويس؟ فيبقى ما يحرم تناوله قد يكون لنجاسته، وقد يكون لاستقذاره، وقد يكون لضرره، وقد يكون لتأثيره على العقل ككل مسكر ومفتر، وقد يكون لحرمته لأنه ليه حرمة،
كميتة الآدمي ينفع تاكلها؟ أي طاهرة، ميتة الآدمي طاهرة، الإنسان لا ينجس حيا ولا ميتا. وحتى نجاسة المشركين قالوا نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. يبقى ميتة الآدمي طاهرة ويحرم تناولها، لماذا؟ لحرمتها. يبقى قد يحرم تناول الشيء لحرمته، كحرمة تناول مال اليتيم. مال اليتيم وهو طاهر ينفع تاكله؟ حرام، لأنه حرام أكله. يبقى قد يكون لحرمته أو مال الغير. يبقى أسباب حرمة تناول الشيء أن يكون نجسا، أن يكون مستقذرا، أن يكون محترما، أن يكون ضارا، أن يكون مؤثرا على العقل. خمس أشياء، لو توفر أي واحد من دول في أي حاجة تبقى الحاجة دي حرام تناولها عند المسلمين، لا يشربوها ولا يأكلوها ولا يحطوها على جسدهم ولا يحطوها حتى على ثيابهم. واضح؟ علشان كده معرف لك هنا النجاسة من حيث التناول، لأن هي أحد ما يحرم تناوله. فاختار لك هذا التعريف. قال لك إيه؟ تعرفها شرعي، كل عين حرم تناولها على الإطلاق مطلقا، يعني كل عين حرم تناولها. يعني إيه حرم تناولها؟ يعني استعمالها في الأكل أو الشرب أو الزينة أو حتى الاقتناء، كل ده في تناول. حالة الاختيار عشان يخرج الضرورة، لأن يجوز التداوي بالنجس، فقال لك حالة الاختيار عشان يخرج بعض الأحوال اللي الإنسان يبقى فيها محتاجها. واضح؟ حالة الاختيار يبقى يخرج الإكراه وحالة الضرورة، بكلمة حالة الاختيار، مع سهولة التمييز، علشان في ما لا يدركه الطرف يعفى عنه، يعني ما تعرفش تميزه، مش شايفه، مع سهولة التمييز. لا لحرمتها، ويكون سبب حرمة تناولها وسبب الأحكام دي لا بسبب حرمتها لإخراج ميتة الآدمي لأنها طاهرة، ولا لاستقذارها لإخراج المني فهو طاهر، والمخاط فهو طاهر، والريق فهو طاهر، والعرق فهو طاهر، ويحرم تناوله لاستقذاره لا لنجاسته. علشان كده هنا بيعايز يعرف النجاسة فيعمل لك محترزات، يخرج المحترزات دي مهمة لإخراج ما يمكن دخوله، حتى يصير إيه؟ التعريف جامع شامل، يعني يجمع كل صور الشيء المعرف ويخرج إيه؟ ما ليس منه. فالمحترزات دي كلها بتخرج ما ليس منه. فيقول لا لحرمتها إخراجا لميتة الآدمي، ولا لاستقذارها إخراجا لما يستقذر وهو طاهر، ولا لضررها زي السم. ممكن يبقى حاجة سامة زي دواء سام، الدواء السام ده ما هو طاهر، لو حطيته في جيبي وصليت بيه ما اسميش حامل نجاسة لأنه طاهر، لكن يحرم تناوله لأنه ضار سام، زي الحشيشة زي الأفيون. هو الحشيش ده طاهر، يعني ممكن تحط في جيبك حتة حشيش اللي هي بيقبضوا عليها الناس، اللي مش الحشيش بتاع اللي بياكله الحيوان، الحشيش اللي هو ايه بيستعمله الجماعة بتوع المكيفات، او ده نبات، والقنب اللي بيخرجوا منه الايه الافيون، اي دي نباتات طاهرة، لكن يحرم تناولها لانها ضارة من جهة، ولانها تؤثر على العقل من جهة اخرى بالرغم انها طاهرة. واخد بقى؟ عشان كده قال لك ولا لضررها كسم في بدن او عقل، كمسكر ومفتر غير مائع، لأن المسكر المائع نجس، كل خمر نجس. كويس؟ دي مقدمة مهمة علشان تبتدي تدخل الموضوع تفهم إيه هي النجاسات، عشان تحدد بعد ذلك فكرك وفهمك. بيقول لك هنا دخل في الإطلاق، مش بيقول هنا مطلقا،
كل عين حرم تناولها على الإطلاق. قال على الإطلاق هنا إيه؟ عشان يخرج قليل النجاسة وكثرها، يعني قليلها وكثرها حرام. كلمة على الإطلاق دي تدخل القليل حكمه حكم الكثير، واضح؟ وخرج بالاختيار، بيقول لك في حالة الاختيار الضرورة فإنها تبيح تناول النجاسة. الضرورة تبيح تناول النجاسة. افرض الايه الطعام وقف غصة في حلقك هتتخنق وما قدامكش الا خمرة، تشرب الخمر عشان تزق الغصة والا هتموت، فاهم؟ لو انت بتشرب الخمرة هنا من اجل الضرورة بالرغم انها نجسة، اللي خلاك تشربها هي الضرورة، عشان كده يحرم تناولها حالة الاختيار مش حالة الضرورة. واحنا شفنا ايام الزلزال بتاع حاجة و90 ده، 91، الراجل اللي هو اكسم ده اللي نزل عليه البتاع قاعد يشرب بولو، يشرب بولو 3 ايام عشان ما يجيلوش جفاف كلنا، وجابوه في التلفزيون وكل الناس عارفين. او ده شرب البول ده حرام لانه نجس، لكن في حالة ضرورة خلاص يعفو. فهمت بقى ازاي؟ لان ده ضرورة. علشان كده قال ايه؟ وخرج بالاختيار الضرورة فإنها تبيح تناول النجاسة. ومن ضمن الضرورة حاجتها للدواء، لأن ننزل الحاجة منزلة الضرورة، ننزل الحاجة منزلة الضرورة. فلو كان دواء فيه نجاسة يجوز تناوله، زي أدوية الكحة كلها داخل فيها كحول، أدوية السعال دي كلها اللي تشتريها من السوق، برونكستال ومش عارف أفيبكت ومش عارف ايه وايه، كل الادويه بتاعت الكحه المشهوره في السوق كلها داخل فيها كحول بنسبه ضئيله جدا. طب ما هو كده نجس، الكحول ده نجس لانه خمر، واخد بالك؟ لكن بالرغم من ذلك يجوز اخذ الدواء لحاجه العلاج من باب انزال الحاجه منزله الضروره. كل دي قواعد فقهيه. الاطباء يستعملوا الكحول في تطهير الجروح كده برضه، والكحول ده لو شربه الانسان يسكر. كان بعض التمرجيه في القصر العيني زمان واحنا امتياز كانوا يشربوا السبيرت ويسكر. بعض التمرجيه قاموا جم حطوا عليه ميثيلين بلو عشان يبقى ازرق يقوموا يقرفوا منه، شربوه برضه. واخد بالك؟ يعني بيشربوه علشان يسكروا، يعني مسكر، يعني نجاسه، يعني خمره. طب ما احنا بنستعمله في تطهير الجروح. قال لك لضروره العلاج. فهمت؟ عشان كده قال كلمة الاختيار لإخراج هذه الصور. يبقى الفقيه فاهم على طول إن في صور بتخرج. فإنها تبيح تناول النجاسة. على مذهب الشافعية بول مأكول اللحم نجس كغير مأكول اللحم. بول مأكول اللحم نجس كبول غير مأكول اللحم، لأن بول غير مأكول اللحم نجس بالإجماع. كويس؟ بول وروث مأكول اللحم غير مأكول اللحم نجس بالإجماع. طيب ومأكول اللحم؟ المالكية قالوا طاهر. يعني بول البقرة، ما أنت بتاكل البقرة، طاهر عند المالكية. بول الجمل، أنت بتاكل الجمل ولا ما بتاكلوش؟ تاكل الجمل، يبقى بوله طاهر عند المالكية. لكن عند الشافعية نجس برضه. بول مأكول اللحم نجس كغير مأكول اللحم، ودمه نجس كدم مأكول غير مأكول اللحم، وروثه نجس كروث غير مأكول اللحم. سواء. فالشافعية لما غيروا قال لك فإنها تبيح النجاسة في حال الاختيار، لأن يجوز التداوي بالنجس. فلما النبي أمر العرانيين إن هم يعني يتداووا ببول الإبل وألبانها، في جماعة من عرينة هجروا وأسلموا. قصة معروفة مروية في البخاري وفي النسائي وسنن أبي داود وموجودة في الترمذي. مجموعة من عرينة قبيلة أسلموا وراحوا قعدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة وهجروا. اجتووا المدينة، يعني جالهم مرض بسبب إن غيروا المنظر، هم متعودين يعيشوا في البادية مش متعودين يعيشوا في المدن. فلما عاشوا في المدينة مرضوا. اجتوى المكان يعني مرض في المكان، ما استحملش جوه. فلما اجتووا المدينة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يخرجوا مع لقاح النبي. لقاح النبي دي كان عبارة عن نوق بتحلب ملك النبي صلى الله عليه وسلم، وبتخرج كل يوم تطلع على المراعي في البادية
فقال لهم دول أهل بادية، اخرجوا مع النوق واشربوا من أبوالها وألبانها لحد ما تصح. كويس، والقصة معروفة. فلما خرجوا شربوا الأبوال والإيه والألبان خفوا. أول ما خفوا عملوا إيه؟ قتلوا الراعي وسمروا عينيه كمان، يعني خزقوا له عينيه ومثلوا بجثته، وسرقوا الإبل بتاعت النبي وهربوا. فقام الرسول أرسل إليهم، قبضوا عليهم إيه وسمر أعينهم، عمل فيهم اللي عملوه في إيه؟ في الراعي. ثم بعد ذلك قطع أيديهم لأنهم سرقوا، وأرجلهم، وتركهم عند الحرة يطلبون الماء فلا يرووا حتى ماتوا، وعملهم معاملة الحرابة، معروفة القصة. فاستدل منها المالكية على طهارة بول الإبل مأكول اللحم، لأن النبي أمرهم، لأن المالكية عندهم لا يجوز التداوي بالنجس. فقلنا لهم حديث العرانيين، قالوا ما هي دي إبل مأكولة اللحم، وعند عندنا ده طاهر، ملناش إشكال. الشافعية عندهم إن بول الإبل نجس مأكول اللحم، فقالوا دي نجاسة لكنها أباحتها الضرورة والحاجة للعلاج. واضح؟ فيبقى الحادثة واحدة والأحكام الفقهية المبنية عليها تختلف. أدي وجهة نظر الفقهاء تختلف، دي مدرسة فقهية ودي مدرسة فقهية، دي تنظر للموضوع من جهة ودي تنظر للموضوع من جهة. يجي لك العيال بتوع اليومين دول يقول لك لا احنا عايزين ناخد من الحديث على طول، هتاخد بأي مدرسة؟ هتمشي في أي جهة؟ لابد يبقى ليك طريقة تفكير. فهمت بقى المسألة؟ علشان كده لابد مراعاة دراسة المذاهب قبل أن تستنبط حكما جديدا. وما ينفعش يبقى في مذهب جديد إلا لما يبقى ليه طريقة تفكير معتبرة، وجهة نظر معتبرة شرعا، عشان ساعتها نحطه مذهب جديد. فالمهم هنا الشافعية قالوا إيه؟ خرج بالاختيار الضرورة فإنها تبيح تناول النجاسة، كأن بيقول لك حديث العرانيين، افتكروا اللي هو لما شربوا أبوال الإبل. فهمت؟ كأنه بالظبط في ذهنه هذه الحادثة. وبسهولة التمييز، قال لك ولازم كمان يسهل تمييزها، لأن أنا لو مش شايفها خلاص معفو عنها. قال لك أكل الدود الميت في جبن أو فاكهة ونحو ذلك، هو الدودة دي ميتة أو حتى حية، لما تبقى حية وكلها هو يجوز أكل الدود؟ لا يجوز أكل الدود لاستقذاره. احنا قايلين من ضمن أسباب حرمة تناول الشيء أن يكون مستقذرا. كويس؟ هو الفيل، ليه حرام أكل الفيل؟ الفيل ده حيوان عشبي، صح؟ لا هو بناد يفترس بيه ولا أكل لحوم، ده بياكل عشب، يعني زيه زي البقرة، زيه زي المعز. طب ليه ما بناكلوش زي المعيز وتاخد حتة من الزلومة؟ قال لك لاستقذاره. حرمة الفيل علتها ايه؟ مش علشان ان ناب، لانه نابه ده ما بيفترست بيه، ده بيدافع بيه عن نفسه، لكن هو بياكل اعشاب. فلو على الحكم يبقى يجوز اكل الفيل. فهمت بقى؟ قال لك لا، لا يجوز اكل الفيل. ليه؟ لاستقذاره، لان العربي الايه العربي اللي هو معتدل الطبع يقرف ياكله. فهمت؟ فطالما يقرف ياكله يبقى كده حرام اكله. يبقى العلة الاستقذار دي مهمة، علشان كده قال لك ايه؟ سهولة التمييز، لابد ان يسهل تمييزه، لان ممكن انك انت تتناول بعض المستقذرات غير مميزة ويعفى عنها، زي الناس الفلاحين طول عمرهم ياكلوا المش بدوده. فهمت ازاي؟ طب ما هو الدود ده صعب انك انت تميزه عن الايه؟ عن المش، لانه بيبقى ساعات منتشر، بحيث لو حاولت تميزه هتتعب، فيقوم ياكلها على بعضها، يحطها في سندوتش ويقطم داخل ايه؟ المش بدوده. فهمت؟ فقال لك اه لصعوبة التمييز، ممكن انت تدخل تمرية في بقك تاكلها وتطلع البذرة، ويطلع في البذرة دي دودة وانت مش واخد بالك، او سوسة وبلعتها، لصعوبة التمييز يعفى عنه. وممكن تجيب خوخة مثلا تلاقي جوه بذرتها دودة. فهمت ازاي؟ وتاكلها مع الدودة وانت مش واخد بالك، يعفى عنها. يبقى اما يقول لك هنا
سهولة التمييز عشان يخرج الصور دي، يخرج لك الصور اللي زي دي. لكن لا يجوز طبعا انك انت تنقي الدود في ركن وتغمسه. فهمتني ازاي؟ لانه كده حرام. طب ايه حرمته؟ هو النبي قال على الدود، قال لك لاستقذاره، مستقذر. طب وقال كل مستقذر عند كل العرب يبقى نجس؟ قال لك المستقذر بالاجماع، لكن بالطبع لا، لان النبي استقذر الضب واستقذر الارنب ولم يحرمهم. عرض عليه الضب قال اعافه، قالوا له هو حرام يا رسول؟ قال لهم لا، لكني انا اعافه، طبعي ما يقبلش ياكله. فهمت ازاي؟ لكنه مش بالاجماع، لان كثير من العرب ما تعافوش تاكله، واخد بالك؟ فيبقى لابد ان يبقى في نوع من الاجماع او شبه الاجماع على استقذار الشيء حتى يحرم. انما لو بعض الناس استقذرت الاشياء وبعض، يعني مثلا جاءوا بارنب للنبي صلى الله عليه وسلم مشوي فكاد ياكل منه، فالرجل اللي جايب الارنب للنبي قال اظن اني رايتها تحيض، فتركها النبي وعافها من منظر الكلمه، واخد بالك؟ فما كلش الارنب، لكن ساب غيره ياكله. يبقى النبي عافه طبعا لا شرعا، عافه طبعا لا شرعا، واضح؟ يبقى لازم يكون المستقذر ايه؟ يكون غالب العرب تقرف منه، زي الضفدع. ايه اللي يحرم الضفدع يعني؟ الاستقذار، لانها كلها كده مزلقه كده والناس تقرف منها، خدت بالك؟ لا، وغير كده كمان هي نفسها مزلقه كده، تحس انها كلها مخاط، الانسان اللي طبعه سليم كده يقرف منها، مع ان في فرنسا بيعملوها شوربه، واخد بالك ازاي؟ وياكلوها، لان ما عندهمش شرع، لكن احنا عندنا شرع. وهكذا. يبقى ايه؟ شوف كلام الفقهاء كل كلمه وراها معنى عميق، فلازم تاخد بالك من المعاني العميقه في ايه؟ في كلام الفقهاء، لان كل كلمه وراها احكام. اعرف ان الفقه الاسلامي معجزه من معجزات النبي، لأن النبي جاء بنصوص محدودة استخرجوا منها ما لا نهاية له من الفروع. نصوص محدودة يخرج منه ما لا نهاية له من الأحكام، دي في حد ذاتها معجزة نبوية في البلاغ، لم ينص عليها أحد. ودي لازم تحطها من ضمن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وعلشان كده قال لك بسهولة التمييز، خرج بسهولة التمييز إيه؟ أكل الدود الميت في جبن أو فاكهة ونحو ذلك، زي الأمثلة اللي اديتها لك. وخرج بقوله لا لحرمتها ميتة الأدم، يحرم أكله ميتة الأدم، وبعدم الاستقذار المني ونحوه. المني ما هو طاهر عند الشافعية، صحيح نجس عند المالكية، لكن المني عند الشافعية طاهر. مني كل الحيوانات بما فيهم الإنسان طاهر عند الشافعية، لكنه مستقذر، واحد يقرف منه. وكذا العرق، وكذا المخاط، وكذا الريق. وبنفي الضرر خرج الحجر، ينفع تاكل الأحجار؟ تجيب شوية أحجار كده وتقعد تدقها وتقرقشها، يعني حاجة غريبة دي. طب هو الحجر نجس؟ لا مش نجس، بس أكيد ضار، هيعمل لك تيبس في المعدة ويعمل لك انسدادات وملوش لازمة، ويدخل معاه معادن قد تضر، ما تاكلوش، ما ينفعش. عشان كده أما يجيب لك واحد بياكل الإزاز ويستعرض قدام الناس، ده كده بيلعب لعبة محرمة شرعا، لأنه بيتناول ما يضر، فما نفرحش بيها يعني. ده احنا نقول له لا، ما يصحش تعمل كده. واضح؟ زي الحجر والنبات المضر ببدن او عقل، زي الحشيش وزي القطو وزي النسوار وزي الايه؟ القنب، كل دي انواع، والداتوره، كل ما هي النباتات المعروفه اللي هي بتضر بالعقل او بالبدن، كل ده يبقى حرام تناوله بالرغم انه طاهر. ثم ذكر المصنف ضابطا للنجس الخارج من القبل والدبر. عايز بقى يعرف لك، يقول لك ايه؟ وكل مائع خرج من السبيلين نجس. يعني ايه مائع؟ يعني ليكويد، يعني سائل. ادي مائع، يبقى المائع هو كله ايه؟ سائل. فاحنا عندنا حالة المادة اما سائلة
او صلبة او غازية كده، برضو هي حالة المواد بتاعتنا كده. رائحة النجاسة طاهرة، رائحة النجاسة طاهرة بالرغم من ريحتها مستقذرة بس طاهرة. يعني لو واحد خرج ريح، مش الريح دي هوا خارج من نجاسة وبيخرج من خلال الثوب، هل يجب عليك غسل الثوب؟ لا، يبقى الريح ده طاهر لكنه ينقض الوضوء بس طاهر. عشان كده النبي يقول ليس منا من استنجى من ريح، ليس منا من استنجى من ريح. يبقى رائحة النجاسة طاهر، الرائحة دي بحد ذاتها طاهرة. يبقى لو استروح الماء من نجاسة قريبة فأخذ طعمها وغيرت طعمه يظل طاهر. يعني لما يجي حمار يموت على حفة الترعة ويبقى جيفة ويجي الهواء ياخد رائحة الجيفة ويختلط في الماء، تيجي تتوضى بالمية دي تلاقيها منتنة بالرغم ان يجوز الوضوء بها، لان اللي غيرها ايه؟ الاسترواح، الرائحة يعني. فهمت بقى ازاي؟ يبقى ناخد بالنا من مثل هذه الاحكام الفقهية لانها مفيدة انك انت تعرف تستنبط الاحكام في الصور المختلفة في حياة المسلم. وعشان كده الناس تدخل دورات المية تشم الرائحة الكريهة، والرائحة الكريهة تدخل في الثوب، ما حدش بيروح يغير ثوب ويغسله لان كل الروائح دي اللي طالعة طاهرة. فهمت بقى ازاي؟ وإلا عارف لو كانت الروائح دي نجسة يبقى كل ما تدخل حمام لازم ويبقى في روائح كريهة تستحمى وتغير ثوبك وتلبس ثوب جديد. هيبقى شرع صعب، هيبقى الشرع بتاعنا صعب، والشرع بتاعنا سماه مزايا ايه؟ رفع الحرج والتيسير على الأمة ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. ثم ذكر المصنف ضابطا للنجس الخارج من القبل والدبر بقوله وكل مائع خرج من السبيلين نجس. يبقى أي حاجة تخرج من القبل أو الدبر دول السبيلين يبقى نجس. هو صادق بالخارج المعتاد كالبول والغائط، وبالنادر كالدم والقيح. كويس؟ إلا استثنى المني، لأن المني في مذهبنا الشافعية طاهر لأنه أصله الآدمي، والآدمي طاهر فما يتخلقش من نجس. فهمت بقى؟ المني أصله الآدمي والآدمي طاهر، وأصل الحيوان الحي، وكل حيوان حي طاهر. واضح؟ لكن المشكلة في المزكى أو الميتة ليه أحكام، لكن كل حي طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. عند المالكية كل حي طاهر مطلقا حتى الكلب والخنزير. واضح؟ ده عند المالكية. طب وبيغسل ليه سبع مرات إحدانه بالتراب من النجاسة الكلبية عند المالكية؟ قال لك تعبدا لا للنجاسة، ده أمر تعبدي يعني غير معلوم العلة. فهمت؟ لكن الشافعي قالوا لا، لعلة النجاسة، ومش نجاسة عادية، دي نجاسة مغلظة لاجتماع مطهران وهو الماء والتراب. فهم؟ فلما يجتمع الاثنين على نجاسة واحدة عشان تزال معناه دي نجاسة شديدة قوي. فالشافعية فهموا من التتريب والغسل والتسبيع انها نجاسة مغلظة، والمالكية قالوا لا، ده النجاسة عموما بتغسل بالماء وخلاص، اشمعنى دي بقى تبقى بالتراب وسبع مرات؟ اكيد في علة احنا ما نفهمهاش، يبقى دي علة تعبدية ما نفهمش حكمها. فهمت بقى المسائل؟ فيقول لك هنا استثنى من كل ما هو يخرج من القبل والدبر، استثنى منه المني بس، من آدمي أو حيوان غير كلب أو خنزير، إنما الكلب والخنزير المني برضو بتاعهم نجس. واضح؟ وما تولد منهما، يعني كلب تزوج خنزيرة أو خنزير تزوج كلبا، أدي تولد منهما فجاب نسل خنزير ابن كلب أو كلب ابن خنزير، يبقى برضو اللي طالع ده واخد بالك نجس برضو لأنه تولد منهما، أو من أحدهما كلب مع إيه؟ مع ذئب مثلا، فطلع حاجة كده يبقى الحاجة اللي طالعة دي من أحدهما، أو خنزير مع حيوان آخر فطلع حيوان آخر،
تولد منهما أو من أحدهما، كل دول يبقوا نجس. فهمتني بقى؟ كل دي تفاصيل خاصة بمذهب الشافعية. وخرج بقوله مائع، مائع يعني سائل، الدود وكل متصلب لا تحيله المعدة. أصل ممكن الإنسان يتبول يخرج منه حصوة متصلبة، حصوة بول مش كده برضه صلبة كده زي الزلطة. الزلطة دي ليست نجسة لكنها متنجسة. يعني لو مسكتها غسلتها خلاص طهرت، شيلها في جيبك وتبقى ذكرى، تقول الحصوة دي أنا اتبولتها من 10 سنين كانت معذباني. واخد بالك؟ بس غسلها وشيلها معايا. في بعض المرضى نعمل لهم مرارة ونشيل لهم الحصاوي من المرارة، ياخدوها يغسلوها ويشيلوها عنده، لأنها كانت معذباه، فكل ما يفتكرها يفتكر نعمة ربنا عليه إنه خلص منها. واخد بالك؟ لأن هي متصلبة ولكنها متنجسة وليست نجسة في ذاتها. فخرج شكرا قال لك كله مائع ليخرج إيه؟ المتصلب. الدود ممكن يخرج الدود، واحد يخرج منه دودة أسكارس ولا تطلع من الشرج بتاعه، دي متنجسة لكن هي نفسها مش نجسة. واخد بالك؟ لأنها حية. إمتى تنجس؟ لما تبقى ميتة. وميتة ما لا دم له سائلة معفو عنها، لكنها برضو نجسة زي ميتة الذباب والحشرات والحاجات دي. يبقى وخرج بمائع، اتفضل، وخرج بمائع الدود وكل متصلب لا تحيله المعدة، يعني لا تحيله يعني ما تخدموش. يعني أنا مثلا بلعت جنيه فضة كده، الجنيه المعدني ده بلعته دخل المعدة، المعدة هتحيله؟ هتهضمه؟ مش هتهضمه، يفضل ماشي في الأمعاء لحد ما ينزل في البراز كده برضه. لما ينزل في البراز ده اسمه متنجس مش نجس. يعني لو خدت غسله خلاص أحطه بجيبي تاني. فهمت بقى؟ أو واحد بلع جوهرة أو حاجة زي إسماعيل ياسين في الأفلام بتاعت زمان، كان يبلع الجوهرة كده واخد بالك، ويدوا له شربة ويقعدوه علشان يجيب الجوهرة. الجوهرة دي صارت متنجسة، المعدة لا تهضمها لا تحلها. فهمتني بقى ازاي؟ خدوا الدهب بس بلعوه؟ لا لا، كانوا شايلينه معاهم، كانوا همامهم دول. معقول يبلعوا الدهب؟ جبتها منين دي؟ ذكروها فعلا يعني كانوا يبتلعونه؟ يا خبر ابيض، ربنا ينجينا يا اخي. يبقى لا تحيله المعدة يعني لا تحوله لا تهضمه، فليس بنجس بل متنجس يطهر بالغسل. واضح؟ يبقى معناه القيء مائع اهو احالته المعدة يبقى نجس. خد بالك بقى ما تفهم كلام العلماء، يبقى القيء اللي يخرج من المعدة ده نجس لانه اختلط بعصارة المعدة. ومائع، مائع يعني مش متصلب، سائل كده برضو. زي بعض الناس اما يجي ينام يريل، الرياله دي لو كانت صفرة يعني فيها اثر عصاره المعده زي اللي عنده ارتجاع مريء، تلاقي عصاره المعده ترجع وهو نايم تخرج مع ريقه، فيصحى يلاقي المخده بتاعته عليها اثر صفرة. دي نجاسه دي. فهمت ازاي؟ لانها مختلطه بالمعده. لكن لو كان اللي راجع ده من المخاط بتاع الدماغ او عنده زكام او شيء من هذا يبقى مستقذر لكنه ليس نجس. واخد بالك ازاي؟ وفي بعض النسخ وكل ما يخرج بلفظ بدل ما ايه، كل ما قال لك الخارج من القبل والدبر، وكل ماء خرج، في بعض النسخ قال وكل ماء يخرج بالمضارعة، يعني بلفظ المضارع واسقاط مائع. طيب دخلنا بقى في قضية أخرى وهو غسل جميع الأبوال والأرواث ولو كان من مأكول اللحم واجب. وغسل، وأنا هجيب البول أغسله ولا أجيب الروس أغسله ولا أغسل مكانه؟ يبقى مقدر، يبقى في مضاف مقدر هنا. وغسل مكان أو موضع جميع الأبوال والأرواث، تفهم هنا ضمنا لأن العرب يفهموا الحكاية وهي طايرة كده، يحبوا يختصروا
فهمت؟ يبقى في هنا مضاف مقدر وهو غسل موضع، مش غسل الابوال. يعني اجيب البول اغسله ولا اجيب الثوب موضع ملامس البول اغسله؟ فهمت ازاي؟ يبقى وغسل موضع جميع الابوال والارواث ولو كان من ماكول اللحم. الشرح ده اللي قايله ولو كان من ماكول اللحم اخراجا لمذهب المالكيه، واضح؟ واثباتا لخصوصيه مذهب الشافعيه في المساله، والشافعيه يوافقون ايضا الاحناف في المساله، عند الاحناف زي الشافعيه في المساله دي. ولو كان من ماكول اللحم واجب. واجب يعني ايه؟ يعني ياثم لو تركه. طب الواجب نوعان، في واجب على الفور وفي واجب على التراخي. الوجوب هنا وجوب فوري ولا وجوب على التراخي؟ يعني ايه على التراخي؟ يعني لما احتاج اصلي ابقى اغسله، مش مهم دلوقتي. يعني انا ماشي في الشارع بصيت لقيت واحد بيطلع جردل ميه مجاري وبيرميه كده، فجعل ايه على بنطلون، وانا لسه مش هصلي الوقت، انا هصلي بعد 4 ساعات، الظهر فاضل عليه 4 ساعات لسه. خلاص استني ماشي، بس اعرف الموضع اللي جاف الثوب عشان هيجف بعد شويه، ابقى عارف مكانه. ولما يدن الظهر اروح داخل الحمام قالع الرجل دي وغسل الموضع ده، وبعدين بعد كده البس واتوضى واصلي. فهمت؟ يبقى الوجوب هنا على التراخي. الوجوب هنا ايه؟ على التراخي. ومتى يجب على الفور؟ ازاله النجاسه. كانوا يسالونا كده في الشفا، لما يجي يقول لك الواجب هنا يا ابني على التراخي ولا على الفور؟ تقول له على التراخي. يقول لك طب ومتى يجب على الفور؟ لو هو اللي وضع النجاسه بايده عقوبه ليه؟ نقول له يجب ازالتها في الحال بقى. يبقى يجب ازالتها على الفور اذا وضعها هو بيده، تضمخ بها متعمدا مع علمه بنجاستها، او ضاق الوقت وقت الصلاه. يجب بقى في الحال دي على طول يزيلها عشان يلحق الصلاه قبل ما يفوت وقتها. يبقى عندنا يجب على الفور في حالتين: اذا وضعها بيده متعمدا مع علمه بنجاستها لحرمه التضمخ بالنجاسه عند المسلمين، او ضاق الوقت لتصح صلاته حيث لا ثوب عنده غيره. لكن لو عنده ثوب غيره يغيره مش مشكله، ويبقى يسيبه ده يغسله بعدين مع الغسيل. لكن لو على البدن وجب ازالتها في الحال عشان يعرف يصلي. فهمت؟ يبقى ما يقول لك كده وغسل جميع الابوال والارواث، يعني غسل مكان جميع الابوال والارواث ولو كان من ماكول اللحم واجب، وتعرف امتى على التراخي وامتى على الفور. وكيفيه غسل النجاسه؟ احنا عندنا النجاسه نوعين، نجاسه عينيه ونجاسه حكميه. فاكرين انتوا احنا كنا اتكلمنا عن النجاسه النجاسه الحكميه اللي هو ايه؟ زي بول انقطع ريحه ولونه. يعني بول زي الميه، لا ليه ريحه بول ولا ليه لون البول ولا ليه حتى طعم البول. بول زي الميه، اهو البول اللي زي الميه ده برضه نجس. فلو جعل موضع ثوب كان في ميه على الثوب، ولما يجي يجف ما يسيبش اثر لانه ميه لكنها نجسه، يبقى دي اسمها نجاسه حكميه يجب غسلها برضه. فهمت بقى؟ يجب غسلها برضه. لكن في النجاسه العينيه اللي هي تقدر تشوفها، ليها لون، ليها رائحه، ليها طعم، ليها جرم سمك يعني، يبقى دي اسمها نجاسه عينيه. يبقى النجاسه العينيه اللي انا اشوفها بعيني، اشوفها بعيني يعني بحواسي، يدخل فيها اللون والطعم والشم والجرم. ان كانت مشاهده بالعين وهي المسمى بالعينيه غسلها يكون بايه؟ بزوال عينها ومحاوله زوال اوصافها. يبقى لازم اشيل جرمها، كتلتها نفسها تتشال بالغسل، مش كده وبس، وافضل ادعك واحط فيها لحد ما ازيل الاوصاف اللي هو اللون والطعم والرائحه، يعني ما يبقاش ليها اثر. واضح؟ تكون بزوال عينها ومحاوله زوال اوصافها من طعم او لون او ريح. فإن بقي طعم النجاسة ضر، أو لون أو ريح عصر زواله لم يضر، يبقى يعفى في الآخر عن اللون وعن الريح، لكن لا يعفى عن الطعم
ولا يعفى عن الجرم، لازم تشيل الأثر. وإن كانت النجاسة غير مشاهدة وهي المسمى بالحكمية فيكفي جري الماء على المتنجس بها ولو مرة واحدة. دي النجاسة الحكمية اللي انت ما تعرفش تميزها لأنها فقدت أوصافها، فقدت أوصافها. ثم استثنى المصنف من الأبوال قوله إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. الصبي هنا لإخراج الصبية، يبقى لازم الذكورة، فلو كان صبية أو خنثى وجب الغسل. يبقى الصبي هنا يجب فيه أن يكون ذكر، دي أول شرط. الشرط الثاني ألا يأكل شيئا غير اللبن على سبيل التغذي. لكن افرض خد دواء، والدواء مش لبن، بس ده مش على سبيل التغذي، يبقى برضه بوله يرش. واضح؟ يبقى لابد الا ان يكون صبيا ذكرا، والا يطعم الا اللبن. كويس؟ يعني لو بدا الام تصفطم الطفل وابتدت تديله زبادي، وابتدت تديله بيضه مسلوقه، تديله بطاطس مش عارف ايه، خلاص بقى بوله زي سائر الابوال، يغسل مش يرش. واضح؟ إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، أي لم يتناول مأكولا ولا مشروبا على جهة التغذي، عشان كده يخرج الدواء. فإنه أي بول الصبي يطهر برش الماء عليه، عشان كده سميناها نجاسة مخففة. سميناها إيه؟ نجاسة مخففة. ولا يشترط في الرش سيلان الماء. فإن أكل الصبي الطعام على جهة التغذي غسل بوله قطعا وخرج بالصبي الصبي والخنثى فيغسل من بولهما. طب هنا يعني بيميز الشرع يعني بين الصبي والصبية، فيبقى الشرع بيميز الذكور على الإناث يعني في الأحكام؟ لا أبدا، ده هنا من باب رفع الحرج، لأن الصبي إذا بال بوله يجي على مكان بعيد فيصعب الاحتراز منه، فلما صعب الاحتراز منه خفف حكم التخلص منه، شوية رشة مية خلاص تحل. إنما الصبية إذا بالت البول ينزل تحتها في مكان محصور فيسهل غسله. يبقى التمييز هنا مش مسألة تمييز عشان الشرع بيفضل الذكر على الأنثى، لا، لأنه ماشي مع قاعدة الشرع وهي رفع الحرج. واضح؟ القشط ما هو خارج من المعدة، قشط الصبي لما طالع من المعدة يبقى نجس. لما تيجي تكرع الطفل كده بعد الرضعة يقشط، القشط اللي طالع ده طالع من المعدة، حالته المعدة، عشان كده بيطلع مجبن وريحته مش حلوة، يبقى نجس زي القيء وزي القلس اللي هو يخرج لما الواحد يبقى شبعان قوي ويجي مثلا يتكرع ولا حاجة يلاقي حموضة خرجت مع الحموضة دي لو كانت جت في الفم بتنجس الفم، يجب ان هو يتمضمض علشان يزيلها لانها برضو احالتها المعدة. واحنا بنقول انه نجس، ما بنقولش انه طاهر، بس نجاسة مخففة من حيث حكم تطهيرها، لكن هو نجس. احنا بنحطه في الطاهرات، حاطينه في النجاسات، لكن هو حكمه في التخلص منه بس الرش يكفي. بعض العلماء زمان قال لك لان الناس بيحبوا الصبي يدلعوا كتير فبيجي يتبول عليهم فخفف المسألة، لكن المسألة مش مسألة حب الصبي وعدمه، لكن مسألة صعوبة الاحتراز. ويشترط في غسل المتنجس، دي نقطة مهمة، ورود الماء عليه إن كان قليلا، يعني المية لابد هي اللي ترد على النجاسة لتزيلها. كويس؟ مش النجاسة تحطها على المية، لا، يعني الثوب المتنجس ما ينفعش تملى بستلة ماء وتجيب الثوب المتنجس تحطه على المية كده نجست المية، لا، ده انت تحط الثوب وتفتح الحنفية تقوم المية تيجي على الثوب تقوم تزيل النجاسة. فهمت؟ يبقى لابد من ورود الماء على النجاسة لا ورود النجاسة على الماء، لأن ورود النجاسة على الماء ينجسها. إذا كان الماء قليل، قليل يعني أقل من قلتين، نرجع لأول محاضرة أيام ما قلنا الماء القليل اللي هو أقل من قلتين اللي هو حوالي 196 لتر، ده يبقى قليل.
لتر ده حد الماء القليل، اقصى 196. بعد ال 196 بقى ماء كثير، فلو وردت عليه النجاسه لا تنجسه الا اذا غيرت طعمه او ريحه او لونه. واضح؟ وعلى شكر يقول ايه؟ ويشترط في غسل المتنجس ورود الماء عليه ان كان قليلا. وعشان كده حتى الغسالات الفول اوتوماتيك بتراعي الشرع الشريف في البرنامج بتاعها، لان انت بتحط الثوب وبعدين ايه بعد كده؟ يجي الميه على الثوب، وبعدين يتم العصر، وبعدين يجي الميه على الثوب، يتم العصر، يبقى كده بيطهر الثوب في الغساله الفول اوتوماتيك. واخد بالك؟ لكن الغساله الايديال لو كنت اللي هي الايديال اللي هي زي الصندوق كده وحطيت لك موتور في الاخر كده قاعد بيلعب، لو مليتها ميه وحطيت الغيارات المتنجسه يبقى انت نجست الميه مش هتطهرها النهارده. يبقى لازم تحط الاول الثياب وبعدين تجيب خرطوم الميه او جردل الميه تكبه عليها وبعدين تشغل الموتور. واضح؟ كل الحاجات دي مهمه ست البيت تبقى عارفاها. يبقى ورود الماء عليه ان كان قليلا فان عكس لم يطهر. اما الكثير لو الميه كثيره وانت عارف حد الكثره قلت لك فوق 196 لتر. ممكن تخليها تقربها تقول 200 لتر ماشي حالك. وان كان في الشرع يقول لك تحديدا لا تقريبا، فالتحديد مطلوب. فلا فرق بين كون المتنجس واردا او موردا في حاله الماء الكثير. يعني انا اجيب الثوب بتاعي وارميه في البحر واقعد ادعكه واغسله، هنجس البحر. ده ميه كتيره يا عمي. فهمت؟ انما ما يجيبهوش مثلا وعندي البانيو مليه انا ربعه كده ما يجيش 200 لتر مثلا، واروح لامي الغيارات فيه واقعد بقى ادعكها في وسط الميه، يبقى انا كده نجست الميه واقعد بدعك فيه النجاسه. فهمت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما الاعرابي بال في مسجده قال ايه؟ اريقوا عليه دلوا من ماء او سجلا من ماء. اريقوا يعني ترد النجاسه على الشيء تطهره. فهم؟ قال لهم كده اريقوا عليه سجلا من ماء. ولا يعفى عن شيء من النجاسات الا اليسير من الدم والقيح. المعفوات بقى، لان ممكن الانسان يبقى عنده جرح بسيط، الجرح البسيط ده يجي عليه نقطة دم وتتجمد وتعمل قشرة. القشرة دي نجاسة، لكن معفو عنها لأنها إيه؟ على جرح. واضح؟ ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح. عنده دمل، والدمل ده عصر شوية، وراح جف القيح على رأس الدمل. ده معفو عنه. نجاسة صحيح بس معفو عنه. واضح؟ بحيث امتى يعفى عنها؟ اما تبقى على موضع الجرح. لكن الدمل ده هنا في خدي، وبعدين انا عملته كده فجاف كمي، يبقى على كمي ده مش معفو عنه. ده انا اغسله بقى اللي على الكم ده، انما اللي على الجرح اسيبه. يبقى المعفوات لان الضروره تقدر بقدرها. فهمت المساله؟ لابد الا تنتقل النجاسه عن موضع خروجها عشان يعفى عنها. فهمت بقى؟ وألا تختلط بغيرها كمان. دي شروط تجدها بقى في الكتب التفصيلية. يعني مثلا الخارج ده قيح، يبقى ما يختلطش بنجاسة من نوع تاني، قيح وعليه براز كمان. الله، يبقى كده ما ينفعش بقى أشيل الغيار اللي عليه البراز والقيح ده، لأن ممكن يبقى عندك قيح بجوار فتحة الشرج، كراج جنب الشرج، قاعد الكراج ده يجيب صديد، الصديد ده على قد الايه الغيار اللي انت حاطه عليه، جاء دخل يتبرز فالغيار جاء عليه براز. لا، البراز ده بقى مش معفو عنه لان اختلط بغيره. فاهم؟ يبقى في الحاله اللي لازم يرمي الغيار ده ويحط غيار جديد، وبعدين يتوضى ويصلي. كل ده بنقابله في حياتنا مع المرضى ومع قرايبنا ومع نفسنا احيانا. فلازم المسلم يبقى عارف كيف يتصرف في الاحوال المختلفه. فيعفى عنهما في ثوب او بدن وتصح الصلاه معهما. خد بالك ان النجاسه دي قد تكون من الشخص نفسه يعفى عنها، وقد تكون ممن يتعامل مع النجاسه، يسموها نجاسه مهنه، مهنته كده.
طبيب في مستشفى بيتعرض طبيب في قسم المسالك البوليه طول النهار قاعد يشتغل مع الاساطر ومع البول، وممكن يطرطش البول يجي على البلطو، وبعدين يجي اذن الدور يخش يصلي بالبلطو بتاعه، من شغلته اسمها نجاسه مهنه، فاهم؟ وكذلك الجراح، وكذلك طبيب النساء والتوليد قاعد طول النهار يولد الستات والقرن يطش في حجره وميه الولاده تنزل، الميه اللي حوالين الجنين دي اللي يسموها القرن طش الناس العوام، واخد بالك؟ دي ميه مستحيله متغيره نجسه كالبول حكمها، فلو ترتشت على ثوب طبيب النساء او القابله اللي بتقوم بعمليه الولاده لها ان تصلي في موضع عملها بهذه النجاسه لانها نجاسه مهنه، ولا تصلي في بيتها بها. مش تقول ما انا مهنتي كده، تروح البيت لا عندك في البيت بقى لا هدومك والبسي هدوم نظيفه وصلي. لكن في المستشفى في العياده في المسجد بتاع المستشفى لا. واضح؟ كل دي ناخد بالنا. زي كان في جزار جنب مسجد قايتباي، كنت انا بصلي في قايتباي وبدي فيه دروس زمان، كنت ساكن جنب جزار جملي، يجي يصلي في الجامع صلاه الظهر والعصر وثوبه كله دماء الجمال، قاعد بيبيع طول النهار، يجي الاذان يخش الجامع ويقف وسط الصفوف. قلت له كده ما ينفعش، هتصلي بالثوب ده تصلي في محلك، يا اما هتيجي الجامع تبقى عندك ثوب تاني معلقه تقلع ده وتلبس النظيف وتيجي الجامع، واخد بالك ازاي؟ لان دي اسمها نجاسه مهنه تصلي بها في موضع المهنه وليس في المسجد. المسجد لابد ان هو ايه؟ تحميه من النجاسات. واضح؟ زي بالظبط واحد عنده قدم سكري، يعني عنده سكر ورجله متعوره وملففه ونشعه صديد، وهو متعود يصلي في الجامع، يخش بالصديد بتاعه ده يمشي على الموكيت بتاع المسجد عشان يصلي، ده بيأثم، ده مش بياخد ثواب، ده جاي يأثم لانه نجس المسجد. يصلي في بيته بالرباط ده صلاته صحيحه لان هي معفوه عنها في بيتك او في عياده الطبيب او في المستشفى وليس في المسجد. كل دي لازم المسلمين يعرفوا الاحكام دي، لان بنشوفها كل يوم وتيجي تكلمهم يقول لك انتوا بتعقدوا علينا عيشتنا، لان الناس اتعلمت الوقت انها تجادل اهل الدين بسبب اساءه الادب مع اهل الدين وما تعلموش العلم للاسف. فدي من ضمن الاشياء المسوغات لعدم حضور الجماعه، بل ياثم لو حضرها. متى ياثم لو حضر الجماعه؟ هذه الثور، عنده سلس بول، عنده انفلات ريح، عنده نجاسه ناشعه في رجله او في ثوبه، او عنده نجاسه على ثوبه، ما يروحش الجماعه ولا يصلي في الجماعه، ياثم لو راح. طب امال فين؟ يصلي في موضعه ما يضيعش الصلاه. هنيجي بعد كده في صلاه الجماعه ايه الاعذار اللي هي تبيح التخلف عن الجماعه، واخد بالك؟ وفي اعذار يجب فيها التخلف عن الجماعه، زي اللي عنده بخر ريحه نفسه وحشه، تلقيته كده عنده جيوب انفيه وعنده تعفن ونفسه ريحته وحشه، او واكل ثوم او بصل، ده ما يروحش ولا يصلي الجمعه كمان، ده يصليها ظهر ويقعد بقى في بيته، يسقط عنه حضور الجمعه كمان، واخد بالك؟ والسجاير يدخل زيها بس يأثم، السجاير حرام، لكن الثاني اللي بياكل ثوم وبصل، ثوم وبصل حلال، لا يأثم بترك الجماعه، لكن شريب السجاير يأثم بترك الجماعه لان السجاير اصلا حرام، واخد بالك؟ هنا ولا يعفى عن شيء من النجاسات الا اليسير من الدم والقيح، فيعفى عنهما في ثوب او بدن لصاحب النجاسه اللي هو صاحب العذر، او للقائم على علاجه مثل هذه الاشياء زي الجزار والجراح والقابله، واخد بالك؟ والحاجات دي كلها. وفي واحد في الارياف يسموه المجس، اللي هو بيولد البهايم، قاعد طول النهار حاطط ايده ويطلع البهايم والروث ينزل عليه، واخد بالك؟ ده برضه نجاسه مهنه، يصلي بقى هناك في الزريبه، ما يروحليش الجامع باللبس ده، يقول ما انا مهنتي. فهمتني بقى ازاي؟ وتصح الصلاة معهما، وإلا ما أي شيء لا نفس له سائلة يعفى. كل دي في إيه؟ يعني خارج عن خارج عن حكم النجاسات من حيث منع صحة الصلاة ومنع صحة التناول.
يعني وإلا ما لا نفس له سائلة كذباب ونمل. أنت عارف ممكن يبقى في نمل على السكر وتاخد معلقة سكر بنملها تقلب بيها الشاي وتلاقي النمل طالع على الوش كده، ممكن تشرب الشاي واخد بالك بنمله، أو تزيح النمل كده بالمعلقة وتشرب الباقي لأنه ده معفو عنه. فهمت إزاي؟ وده بيحصل كتير بيقابلنا. والذبابة نفسها، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسها فإن في أحد أجنحتها الداء والآخر الدواء ثم ليشربها، حديث البخاري دل على أن هذه نجاسة معفوة عنها. إلا إمتى يبقى غير معفو عنه؟ لو أنا اللي أجيب النمل وأرميه وبعدين أشرب، أو أجيب الذباب وأرميه وبعدين أشرب كده لأ، أو أجيب الدود أرميه على المش وبعدين أكله كده لأ. فهمت بقى إزاي؟ يبقى لازم الأمور تبقى محكومة. وإلا ما لا نفس له سائلة، يعني ملوش دورة دموية. النفس السائلة يعني الدورة الدموية اللي هي الحشرات، حشرات ملهاش دورة دموية، يدخل فيها الصرصار ويدخل فيها البرغوث ويدخل فيها الذباب ويدخل فيها النحل ويدخل فيها الناموس، يدخل فيها ايه؟ شوف بقى انت عالم الحشرات وادرسه وتلاقي كل دي لا نفس له سائلة، والدود والحاجات دي كلها. إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه. إذا وقع بنفسه يعني، أو رمته الريح، يعني لا، والحكم ليس إذا أوقعه المكلف. لو هو اللي جمعه هنا لا، الحكم يختلف بقى، نقول له لا ما تشربوش، لا ما تستعملوش. إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه، وفي بعض النسخ إذا مات في الإناء. وأفهم قوله وقع أي بنفسه، أنه لو طرح ما لا نفس له سائل في المائع ضر، وهو ما جزم به الرافعي في الشرح الصغير ولم يتعرض لهذه المسألة في الكبير، في الشرح الكبير يعني. وإذا كثرت ميتة ما لا نفس له سائل وغيرت ما وقعت فيه نجسته. افرض بقى احنا قايلين ان الذبابه دي معفو عنها في الاناء ممكن، لكن افرض ان كثر الذباب جدا لدرجه غير لون الاناء، لا ده ما تشربوش، ده مش معفو عنه بقى. فهمت ازاي؟ لانه صار كمان مستقذر، دخل في مشكله اخرى وصار انه مستقذر. فهمت؟ وإذا كثرت ميتة ما لا نفس له سائلة وغيرت ما وقعت فيه نجست. غيرته يعني إيه؟ غيرت لونه أو طعمه أو ريحه، أدي معنى غيرت، أي صفة من الصفات الثلاثة. وإذا نشأت هذه الميتة في المائع، نشأت منه كدود خل وفاكهة لم تنجسه قطعا، لأن دي نشأة من طاهر. ويستثنى مع ما ذكر هنا مسائل مذكورة في المبسوطات سبق بعضها في كتاب الطهارة، زي ما قلت لك نجاسة المهنة، الست اللي قاعدة بتربي العيال طول النهار في البيت وبتغير لهم، ممكن برضو يجي لها قشط، العيل تقعد تطبطب عليه كده بعد ما ترضعه يقشط على كتفها، القشط ده نجس، تصلي والقشط على كتفها. لكن أبوجة من الشغل مسك الواد قشط، الأب مش هو اللي بيربي، يغسل بقى ويقوم يصلي، لكن مراته ما تغسلش وتصلي، لأن الأم شغلتها تربية الأطفال، الأب شغلته النفقة على الأطفال، وتربية الأطفال تعرضها تبقى مهنتها. فهمت بقى المسألة؟ يبقى يختلف الحكم الأب عن الأم هنا، لأن الأم من مهنتها التعامل مع الطفل فيعفى عنه ما لا يعفو عن الرجل. والحيوان كله طاهر، دخلنا في موضوع تاني بقى اللي هو كل حي طاهر، كل حي طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما ومن أحدهما، يعني أسد لمسك، نمر لمسك، ذئب لمسك، كل ده طاهر ما تغسلش منه، قطة لمستك وتمسحت فيك، كله حي طاهر. كويس؟ إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر. وعبارته تصدق بطهارة الدود المتولد من النجاسة وهو كذلك، لأن الدود تبع الحيوان يعني.
والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد. دخلنا في موضوع تاني وهو الجامد بقى، خلصنا الموائع وخلصنا ميتة ما لا نفس له سائلة وعرفنا أحكامها، وخلصنا الحي واستثنينا منه الكلب والخنزير. هندخل بقى في الميت بعيد غير دول. فقال لك والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والأدم، أحلت لكم ميتتان ودمان. الميتتان السمك والجراد يبقى طاهر، طالما حلال أكل السمك يبقى السمك ميتته طاهرة، واضح؟ يبقى الميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والأدم، لأن الأدم لا ينجس حيا ولا ميتا. وفي بعض النسخ وابن آدم، أي ميتة كل منها فإنها طاهرة. دخلنا في التخلص من النجاسة المغلظة، كيفية إزالة النجاسة المغلظة. قال ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 7 مرات. دي النجاسة المغلظة بقى، كيفية إزالة النجاسة المغلظة. ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 7 مرات بماء طهور، إحداهن مصحوبة بالتراب الطهور، يعم المحل المتنجس، فإن كان المتنجس بما ذكر في ماء جار كدر يعني مترب كفى مرور 7 جريات عليه بلا تعفير، لأنه ترابه منه فيه زي الميت النيل كده فيها طمياه، واضح؟ وإذا لم تزل عين النجاسة الكلبية إلا ب6 مثلا حسبت كلها غسلة واحدة. يبقى بنحسب التسبيع من بداية إزالة عين النجاسة، بعد ما يزول النجاسة ابتدي أعد، دي أول غسلة، بعد كده أغسل عليها إيه باقي ال7 غسلات، ويكون واحدة منهم بالتراب، والأفضل يبقى التراب أول غسلة عشان يجي الماء بعد كده يشطف التراب مع النجاسة، كويس؟ الإناء والثوب. أيوة هو الثوب كمان. يعم المحل المتنجس، أي في الشرح إيه؟ يعم المحل المتنجس، حتى لو بدنك. يعني جاء كلب مثلا إيه بلسانه لحس على جسم جلدك. ده ريقه بقى هنا، علشان تنتقل النجاسة الكلبية لابد من رطوبة. يعني لو لمسك بشعره وشعره ناشف وثوبك ناشف وبدنك ناشف ما تنجستش، لابد من وسط رطب لينقل النجاسة الجامدة إلى الموضع، واضح؟ فلو كان في رطوبة ولمس بدنك أو ثوبك أو إناءك يبقى وجب غسل هذا الموضع 7 مرات إحداهن بالتراب، سواء بدن أو ثوب أو إناء، واضح؟ بيقول وإذا لم تزل عين النجاسة الكلبية إلا ب6 مثلا حسبت كلها غسلة واحدة، والأرض الترابية لا يجب التراب فيها على الأصح. يعني هو نجس الأرض، كلب نفسه نجس الأرض، وأنا عايز أطهر الأرض دي، أروح شاطفها بإيه؟ ب7 دفعات مية وخلاص. طب وفين التراب؟ ما هو منها فيها، فهمت؟ مش محتاج إن أنا أجيب تراب جديد. ويغسل من سائري. في ناس يقول لك ايه كل جف طاهر، عارف الكلمه دي اللي على لسان العوام، كل جف طاهر في الصعيد. في الصعيد يعني في الارض، الصعيد اللي هو الارض يعني، مش الصعيد اللي هو في مصر، صعيد مصر اللي هو مقابل لبحري مصر، لا، اللي يتيمموا صعيدا طيبا. ما لم اكن اعلم ان هذا الصعيد تنجس. افرض ان الموضع ده الجف ده انا كنت شايف امبارح كلب بيقيء فيه، يبقى نجس حتى لو جف، واضح؟ لكن انا ما اعرفش وشايف الموضع ده طاهر، ماليش ان انا اسال هل مر عليه كلب ولا ما مرش، انا ماليش دعوه، يبقى طاهر، حكمه طاهر بالنسبه لي، واضح؟ لكن النجاسه لو جفت في ثوب او بدن وجب غسلها برضه، ما اقولش انها طاهره، فهمت؟
يبقى لو جفت جا شوية بولة على كمي وأنا بغير لابني مثلا، أو جراح بيطهر عيل بيختنه فالواد طرطر في الجراح دخل في عب الجراح، بتحصل الحكاية دي كتير. يبقى في الحالة دي وهو مشغول في العيادة على ما خلص ممارسة العيانين كانت البول ده جف خلاص بقى ناشف، ينفع يروح يصلي؟ يقول كل جف طاهر؟ ما ينفعش، يروح ايه؟ يغسل بقى. يبقى كلمة كل جف طاهر دي عايزة نفهمها، عايزين نفهمها، ما تبقاش على الإطلاق كده. واضح؟ ما احنا قلت لك نجاسة منى لو هيفوت الوقت لو ذهب إلى بيتي ليغير ثوبه، يبقى يصلي في موضعه كده. لكن الوقت متسع. واخد بالك؟ يبقى يروح يغير. وليس عليه الإعادة. يعني ساعات في عمليات بنبتديها مثلا 9 الصبح نخلصها بعد العشاء. عمليات طويلة، عمليات الأوعية الدموية، عمليات أورام كبيرة، ساعات بتبقى 9 ساعات، 10 ساعات، 12 ساعة. ساعات عمليات فصل التوائم الملتصقة تقعد يومين. واخد بالك؟ ويشتغل فيها كذا فريق بقى. فريق 6 ساعات ويروح، ويجي فريق تاني يكمل 6 ساعات ويروح، ويقعدوا هم شغالين، وفي الاخر العيال تموت بره. واخد بالك؟ لانها بتبقى العمليات كل ما طالت كل ما احتمال نجاحها يضعف. لكن هو الجراح بيحاول، لان مسؤوليه الطبيب محافظه على الحياه ما امكن بقدر طاقته. المهم يبقى في الفتره دي انا لو ايه؟ لو انا في مهنتي دي مده طويله قاعد فما اقدرش اروح اغير هدومي واجي. يبقى في الحاله دي بصلي في مكان موضع مهنتي بالنجاسه اللي طالها ثوبي او بدني، لان دي نجاسه مهنه. لكن انا روحت بيتي خلاص بصيت لقيت في الغيار الداخلي بتاعه بعد دم، ما اقولش بقى الله اكبر واصلي، ما هي نجاسه مهنه، ما انا في بيتي بقى ايه اللي عادي والبس غيار نظيف. فهمت؟ فلازم ناخد بالنا امتى يعفى عنها وامتى لا يعفى. ويغسل من سائر اي باقي النجاسات مرة واحدة. دي في النجاسات الايه؟ المتوسطة. يبقى احنا قلنا النجاسة المخففة البول عرفنا الرش، النجاسة الكلبية المغلظة عرفنا التسبيع والتتريب. عايز يكلمك بقى عن النجاسة المتوسطة. ويغسل من سائر اي باقي النجاسات مرة واحدة. سائر هنا اللي هي باقي، باقي من ايه؟ من بول الصبي حيث يكفي فيه الرش، ومن النجاسة الكلبية والخنزرية حيث يجب فيها التسبيع والتتريب. يبقى الباقيين بقى، فهمت بقى؟ يبقى الباقي هنا باقي النجاسات مرة واحدة، وفي بعض النسخ مرة تأتي عليه والثلاث، وفي بعض النسخ والثلاثة بالتاء أفضل. تأتي عليه يعني تأتي على موضع النجاسة فتزيل عينها وريحتها ولونها. واضح؟ واعلم أن غسالة النجاسة بعد طهارة المحل المغسول طاهرة. أنا غسلت الثوب بتاعي وزالت النجاسة الحمد لله، بعصره بقى. العصير اللي نازل ده المية دي إيه حكمها؟ طاهرة. لأنها زالت النجاسة خلاص. بس بشرط ألا تزيد وزنها ولا يتغير ريحها ولا يتغير لونها. تبقى نازلة مش متغيرة. نازلة طاهرة، فهمت؟ واعلم أن غسالة النجاسة بعد طهارة المحل المغسول طهارة طاهرة إن انفصلت غير متغيرة ولم يزد وزنها بعد انفصالها عما كان بعد اعتبار مقدار ما يتشربه المغسول من الماء. يعني ما فيهاش عين من عين النجاسة، أدي معنى ما زادش وزنها يعني. هذا إذا لم يبلغ قلتين، إذا لم يبلغ الماء إيه؟ قلتين. فإن بلغهما فالشرط تغير الماء بس نفسه، فطالما الماء ما اتغيرتش طهرة. واضح؟ طيب. ولما فرغ المصنف مما يطهر بالغسل شرع فيما يطهر بالاستحالة. دي طريقة أخرى للتخلص من النجاسة. النجاسة يتخلص منها بالغسل. كويس؟ والرش للنطح والتتريب والاستحالة. 4 طرق لإزالة النجاسة. الاستحالة يعني التحول، كتحول الخمر إلى خل، يطهر الخمرة تبقى خل طاهر. واضح؟ يبقى عندي وسائل
إزالة النجاسة أربعة، ها؟ وإني أزود عليها الخمسة الدباغ، فتح الله عليك، اللي هي إيه؟ جلود الميتة تطهر بالدباغ، يبقى نخليهم خمسة، يبقى الغسل والنضح والتتريب والدباغ والاستحالة. سهلة؟ إيه؟ إيه؟ الغسل والنضح، النضح عشان بول الصبي اللي هو الرش، الرش والنضح بمعنى واحد، والتتريب عشان ندخل ايه النجاسة الكلبية، والاستحالة كتحول الخل الخمر إلى خل، وتحول الدم إلى مسك، كويس، وتحول عصارة الحوت إلى عنبر، كل ده بيطهره. عندك المسك ما هو عبارة عن دم غزال، كويس، بعض الغزلان الظباء تبص لها عندها حويصلة كده يدخل فيها دم ويتسف الحويصلة دي فترة يتمسك يبقى مسك. فهمت ازاي؟ يبقى الاستحالة أي التحول كالخمر إلى خل والدم إلى مسك في الظباء، والايه والعصاره الى عنبر في الحوت. واضح؟ وبعدين الدباغ نمره خمسه اللي هو فكرنا بيها الشيخ، الدباغ اللي هي دباغ جلود الميته، احنا قريناها قبل كده زمان. لو لمسني من لمسه الكلب هل علي الغسل بالتسبيح؟ لو لمسك من لمسه الكلب وفيه رطوبة في موضع لمس الكلب فيه يبقى عليك زي. واضح؟ بس لازم يبقى فيه وسط رطب، لكن هو لمس الكلب وكان رطبا ثم جاف، ولمسني بموضع لمس الكلب بس هو جاف ناشف وانا كمان ناشف، مش عليا معيش حاجه. واضح؟ لكن لو هو انا ايدي دي مبلوله ولمست موضع لمس الكلب من بدن انسان يبقى هنا انتقلت النجاسه الكلبيه لي انا كمان، يبقى وجب الغسل. واضح السؤال؟ كان المفروض يستنتج الاجابه من خلال الدرس لو فهمنا الدرس، لكن انا لما بسمع الاسئله دي بيجي لي نوع من الاحباط، بحس ان انا ما عرفتش اشرح. معلش، الصبر جميل. ها؟ الايه؟ لا، ايوه بس انت مش هتصلي بالسيف. لا، ده بيزيل عينها بس لإزالة عينها، لا لتطهيره، لكن إزالة عينها فقط، لا مش من طرق الإزالة. لكن التتريب طرق من إزالة، من تطهير، من طرق تطهير الثوب الطويل للمرأة في الطريق. يوم يطهره ما بعده، يبقى التتريب يدخل في النجاسة الكلبية وفي الثوب الملاصق للأرض عند المرأة، وكذا النعل، وكذا النعل تحكه كده في التراب خلاص يطهر. خدت بالك؟ يبقى التتريب يدخل في النجاسة الكلبية وفي النعل والثوب. واضح؟ ولما فرغ المصنف مما يطهر بالغسل شرع فيما يطهر بالاستحالة، يعني التحول وهي انقلاب الشيء من صفة إلى صفة أخرى، فقال: وإذا تخللت الخمرة وهي المتخذة من ماء العنب محترمة كانت الخمرة أم لا؟ هو في في خمرة محترمة؟ كخمر الكتابي يبيعها وبيتاجر فيها تعتبر محترمة، يعني مضمونة. يعني لو واحد كتابي وعنده خمرة وجاء مسلم أرقها له يديله ثمنها، لكن لو المسلم ده عنده خمرة وجاء مسلم تاني أرقها له ما يديلوش حاجة لأنها غير محترمة عند المسلمين. لكن محترمة زي واحد دخل على واحد مسيحي مربي خنزير ذبحه له يدفع له ثمن، لكن دخل على واحد مسلم لا عنده خنزير ذبحه له ما يدفعلوش حاجة لأنه غير محترم عند المسلمين. خدت بالك؟ يبقى
المتخذة من ماء العنب محترمة كانت الخمر أم لا؟ وقيل المحترمة فيها تفسير تاني في بعض الكتب، دي تجيبها من دخانيق دخانيق الكتب بقى، ما يقول لك ايه الخمر المحترمة التانية غير خمرة الكتابي، يقول لك وهو عصير العنب المعصور للشرب لا للتخمر، فتخمر لوحده دي بيعتبرها دي خمرة محترمة لأنه لم يقصد تخميرها، بخلاف عصير العنب اللي بيعصر من أجل أن يخمر، فدي خمرة غير محترمة. حتة زيادة كده لطيفة. يبقى لازم تتخلل الخمرة عشان تطهر، وتتخلل بنفسها بدون إضافة شيء فيها، لأنك لو أضفت شيء فيها تنجس هذا الشيء فخللها فصارت مختلطة بالنجاسة المتنجسة، فيبتفضل خمرة نجسة برضه. وعشان كده الناس يقول لك ايه خلها ايه خل، خلها خل يعني ايه، ده مثال بيقولوه المصريين وهو مثال فقهي شافعي، يعني تدخل في المسألة فبدل ما يحللها حرام، فيقول لك خلها خل، يعني بوظ الخمرة ما سبقاش تتخلل لوحدها وتطهر، لا ده هو تدخل فحولها إلى خل ففسدت. فهمت بقى المسألة؟ ففي من الأمثلة اللي على ألسنة العوام المصريين تلاقيها أمثلة أزهرية، لا حكم إيه العلم الأزهري. ومعنى تخللت صارت خلا، وكانت سيرورتها خلا بنفسها طهرت، لازم بنفسها. وكذا لو تخللت بنقلها من شمس الى ظل وعكس، ممكن ايه امسك دن الخمر يعني برميل الخمره انقله للظله انقله للشمس علشان ايه يتخلل بنفسه، لكن ما اضفش مواد عليه، خدت بالك؟ وان لم تتخلل الخمره بنفسها بل خللت بطرح شيء فيها لم تطهر، واذا طهرت الخمره طهر دنها تبعا لها، الدن اللي هو ايه الوعاء اللي هي فيه، اللي هو برميل الخمرة، زجاجة الخمرة، إناء الخمر، ده اسمه الدن، واضح؟ طهر دنها تبعا لها، والله تعالى أعلى وأعلم. وكده ها؟ طهر دنها، هو كاتبين هنا الدن فعلا. نفتح بقى مختار السعال، يجوز فيها الكسر أم لا؟ جايبها بالفتح فقط، يبقى بالفتح فقط، يبقى طهر دنها. اتفضل يا سيدي، فتح الله عليك. هي اللي بتتخلل، هي اللي بتتحول خل، اللي متخذه مثلا من البصل ما تتخللش ما تتحولش خل، تفضل كنيكته لعمرها، أو المتخذة مثلا من ال من ال البتاع ده التفاح يسموها كونياك أو ويسكي، الويسكي ده متخذ من إيه؟ من تخمر عصير التفاح كده برضه، فده برضه ما بيتخللش. طبعا أنت مش عارف وأنا مش عارف، أنا سمعت كده من الخمرجية يعني لكن إحنا مش عارفين، الخمرجية عارفين الحاجات دي كويس، ربنا ينجينا الحمد لله، عمرنا ما ذقناها بفضل الله رب العالمين الحمد لله، ولا قطرة الحمد لله، ربنا يديمها نعمة. أيوة يا سيدي، لا ما هو عند الحمر الوحشية بناكلها، لكن الحمر الأهلية حرمت من أجل المحافظة على جنس نوعها لرخصها، لأن هي رخيصة، فلو أحل أكلها كان زمان الحمير خلصت أبيدت، والنبي يحب المحافظة على توازن البيئة، فحرم الحمر الأهلية لأن استعمالها في الحمل والخدمة أفيد من أكلها، واخد بالك؟ ولما كانت الحمر الوحشية لا حمل لها ولا خدمة لأنها وحشية أحل أكلها، سلطنا عليها والتانيين حماها مننا، فهمت إزاي؟ ودي من فضائل الوحشية، يجوز أكلها، أنت تروح هناك تشاد تلاقيها متعلقة عند الجزارين يكتب عليها زبرة، حمار وحش، يقول لك تاخد كيلو زبرة ولا كيلو حمية بتاع ده بقري ولا كيلو مش عارف إيه،
هناك في تشاد بياكلوها، لان عندهم غابات كتيره بيصطادوها ويعلقوها عند الجزارين تشتريها. فلو عايز تدوقها روح للتشاد. لبن الحمار نجس لان يحرم اكله، يبقى لبنه نجس. في ارياف مصر يقول لك ده شارب لبن حمار وهو صغير يعني قلبه جامد، حرام. شرب لبن الحمير حرام قطعا لانه نجس، واخد بالك؟ كل ما يحرم اكله يحرم شرب لبنه ويحرم اكل بيضه. يبقى ما اجيش بيضه حدايه اسلقها واعملها سندوتش. فهمت ازاي؟ قول ما هو بيض. لا ما ينفعش، لازم بيض ما يحل اكله ولبن ما يحل اكله، هو ده اللي ينفع ناكله. واضح؟ طيب البيضة المنفصلة ممن يحل أكله حي، لأن يقول لك خد بالك إن كل المنفصل من الحي له حكم ميتته، دي قاعدة كده احفظها. كل من انفصل من حي له حكم ميتته، فإن كانت ميتته نجسة يبقى ناجس، إن كانت ميتته طاهرة يبقى طاهر. واضح؟ يبقى المنفصل من إيه؟ من الإنسان زي الضوافر والشعر لحكم ميتته، ميتته طاهرة، يبقى الشعر المنفصل طاهر. كويس؟ طيب الشعر بتاع الحمار، الحمار ده يحرم أكله، يبقى الشعر المنفصل منه إيه؟ ناجس. طب ما إحنا بنركب الحمار وساعات يعلق شعره على ثوبك وتيجي تصلي بيه، يقول لك معفو عنه لصعوبة الاحتراز. واضح؟ يبقى ما ينفعش أجيب خروف وأقطع ليته وأطبخها وأسيب الخروف عايش، أو أخد حتة من سنم الجمل وأقلي بيها والجمل عايش. كانوا بيعملوا كده في الجاهلية، أما يتزنق في شوية شحم وعايز يطبخ وعندوش دهن يعمل إيه؟ يجي الخروف يروح قاطع منه حتة من ليه كده، والخروف يجري يسوقوق ويعيط شوية وبدأ جرح، وبعدين يطبخ بيها. حرام، لأنها لها حكم ميتته. كويس؟ إلا بيضة الحيوان مأكول اللحم فهي منفصلة في حال حياته ويجوز أكلها. خدت بالك بقى يا سيدي؟ تخرج عن القاعدة. يبقى كل ما انفصل عن حي له حكم ميتته إلا بيض مأكول اللحم. شفت القواعد اللطيفة دي؟ عشان تبقى بس ماشي فاهم في الدنيا ماشي إزاي، عشان ما يقدملكش بيضة هدهد وتاكلها ولا بيضة بومة وتروح تاكلها، ما ينفعش. فهمت إزاي؟ تاكلها طالما غير ضاره، لانها الرسول اجاز ميته البحر. والحوت ما هو مفترس، وكلوا الحوت في عصر النبي، كانوا في سيف البحر طلع عليهم حوت اسمه العنبر، وكانوا 300 قعدوا ياكلوا منه 10 ايام وما خلص، وكانوا العشره منهم يقعدوا في تجويف عينه، مش الصحابه، تجويف العين، يقعدوا 10، وكانوا يجيبوا الضلع بتاعه يحطوه كده ويعدوا من تحتيه وهو راكب الجمل من غير ما يوطي، موصوف في صحيح مسلم. حصل مع الصحابة لما النبي بعتهم في ايه، في سيف البحر، وبعدين نفذ منهم الغذاء بتاعهم وجاعوا جوع شديد واكلوا لحد ما وصلوا للساحل، بس لقوا الساحل بعت لهم حوت ضخم رماه لهم زي الجبل، يقول لك قعدوا ياكلوا منه ويحولوا من الشحم بتاعه جرادل، وقعدوا 300 ياكلوا منه شهر، يقول لك لما تخنوا. وبقوا كمان ايه، يلعبوا كمان، ما هو الصحابه الشباب بقى، يطلعوا الضلع بتاعه ويعملوه كده ويمشوا تحتيه من غير ما يوطوا، ويقعدوا ايه يركبوا جوه تجويف العين ويلعبوا. القصه معروفه في صحيح مسلم. يبقى الحوت ده ما هو مفترس اهو، اكلوه. واضح؟ وسموه العنبر، نوع من الحيتان الكبيره يعني الضخمه. والله تعالى اعلى واعلم. هل لديكم اقوال اخرى؟ ايوه، ما هو طاهر لكنه يحرم تناوله، يحرم تناوله قليل وكثير حرام، لأنه مفتر، مفتر، وكل مفتر خمر وكل خمر حرام. الحديث رواه أبو داود، حديث رواه سنن أبي داود. لما ظهر الحشيش أيام الحافظ العراقي، أول ما ظهر الحشيش كان أيام الحافظ العراقي، وجم علماء الازهر قاعدين يقول لك ايه جنسه ده، حرام ده ولا مش حرام؟ لقوا انه مش مضر، وانه بينعنش شويه كده ويبسط، وانه نبات طاهر. طب يبقى حلال، ما يجراش ايه المشكله يعني؟ فهم؟
فبعض العلماء كانوا يحششوا بيعتبروا طاهر، ما كانوش لسه يعرفوه، فهمت؟ فعملوا اجتماع في الازهر، ايه حكمه؟ بعد ما تناولوه لقوا انه هو بيبسطهم زياده عن اللزوم، فتوغشوا، قالوا ايه ده؟ خمره دي ولا ايه المصيبه اللي احنا بناخدها دي؟ فعملوا اجتماع، واخد بالك ازاي؟ في الازهر الشريف في ايام الحافظ العراقي. ايه حكم البتاع المصيبه اللي ظهر لنا ده وابتدينا احنا نتناوله وفاهمين انه هو حلو وبيعمل فينا تاثيرات غريبه كده. فقعدوا ايه يتناقشوا. فبعضهم قال يحرم تناوله لانه ضار، قالوا له ما في ناس بتستعمله بقى لها سنين ما اتضرتش. فين الضار؟ ولا سم ولا حاجه، ده بيفتح الشهيه حد. واخد بالك؟ بعضهم قال لهم ده علشان بيعمل خمول، قالوا بالعكس ده في ناس بتاخده بيزداد نشاطها. قعدوا يتناقشوا يعني، فهمت ازاي؟ قام طلع لهم الحافظ العراقي بحديث رواه ابو داود، فرحوا بيه قوي وحرموا الحشيشه من ساعتها. اللي هو حديث ايه؟ رواه سنن ابي داود في سننه. قال لهم كل مفتر خمر وكل خمر حرام والحشيشه مفتره. قاموا كلهم بسوه بقى، واخد بالك؟ وخدوه بالحضن لان خرجهم من حيرته، واستقر الامر على حرمه الحشيش وما شابهه. واضح يا سيدي؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك وصلي اللهم وسلم وبارك.